في الفيسبوك والواتساب والسوشيال ميديا شو بيعملوا بالولاد؟ قد ما دافعين عليهم مصاري بال 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 بالمدارس، بكره بدهم ينتزعوا، تطلع عندك هيدي البنت الفيلسوف الثقيله مثلا، بنتك قد ما دافع عليها مصاري بالمدرسه تطلع من هول بيتفلسفوا على على ستيتس بس تشتت الدنيا، ما بتقول مثلا اتس ريننج او عم بتشتت، تطلع بنتك من هول بيقولوا انزل ايها المطر لكي تغسل وساخه البشر. العمى بقلبك. في 100 شغله وشغله، شو بيطلع من هول البنتكم من هول اللي بيسموا حاله على الفيسبوك مثلا صعب الوصول لبنت الاصول او طموحي دفن جروحي مثلا. فيسبوك هذا كارثه بيوخر بعقل او عندكم هول البنات بحطوا على انستغرام سائلين بحطوا وات دازنت كيل يو ميكس يو سترونجر، تكوني حاطه اجريها على بسين 50 سم تبع الاولاد، شو اللي بده يغرقك ويقتلك يا حبيبتي؟ ما في شيء رح يغرقك ويقتلك. للراديو، الراديو شو بيعمل بالاولاد؟ الراديو اليوم بايامنا اليوم الراديو بينزع السفليتيز طبعاً، المزيك واسامي كلمات الاغاني بايامنا اليوم كارثه من الكوارث. تكون انت دافع عليه مصاري للولد بالمدرسه، بقوم بيطلع ابنك بحب علي الديك. انتم شايفين مثلا علي الديك مثلا شو بيعمل، كيف بيغني لغيره؟ اغانيه يمكن في ناس بتحبه، بس شي مره شايفينه كيف بيغني لغيره؟ سامعين شي مره غنيت بتعاتبني على كلمه لجورج وسوف؟ شوفوا جورج وسوف كيف بيغنيها. تعاتبني على كلمه الله. شو هالغنية الحلوة، غنية رومانسية، غنية حب، غنية خرج الواحد ينام عليها، هيك جورج وسوف بغنيها، ليكو علي الديك كيف بغنيها. بتعاتبني على كلمة كتبني من غير تفكير، بتحاسبني الديك الوحيد اللي بس يغني بتطلع ريحه من السديه. 5 دي بيغني، 5 دايمنشنز بيغني الزلمه، اسامي كلمات واغاني ومدري شو ليش هيدي، شيله 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 لوزنه 100 كيلو، هي شو هيدي؟ شو كان عم بحس الشاعر لما كتبها اصلا؟ تلفزيون، لقليل التلفزيون شو بيعمل بالولاد؟ تلفزيون بيعمل عمالي بالولاد، قد ما عم تدفع عليهم مصاري بالمدرسه، ذوقهم بالتياب بينزعوا. التلفزيون بينزع ذوقهم بالتياب للاولاد، تصور عندكم بنت مأثر ذوقها باللبس بليلى عبد اللطيف. حلو هيدا الفستان؟ طلعت فيه على التلفزيون، شاريته من عند اكزوتيكا. بس أنا صراحة بحبها لليلى عبد اللطيف، وأصحاب أنا وياها، عندي إياها على فيسبوك، بتعمل لي لايك على صور بعد ما حطيتها. بيأثر على عوايدهم وعلى السافوار فيفر تبعهم لاولادكم، إذا عندكم ولد عم بتعلموه ما يضحك على صوت عالي أو ما يضحك بدون سبب، وإجا حدكم بالليل يحضر تلفزيون وحضر بيير رباط. بس للأمانة ابني بحبه لبيير رباط، مفكره شرشبيل. إذا عم تعلموا لابنكم ما يحكي على صوت عالي ويحافظ على طون واطي بصوته وهو عم يحكي، وهربتوه من برامج بالليل حطيتوه حدكم بعد الظهر يحضر تلفزيون حضر باسكت بول وتعرف على وليد دمياطي. أمينو أمينو مشوك مشوك كمان مرة لمشوك. أوكي استفرغ. بتعلموا لابنكم السافوار فيفر، اذا في حدا بوجهك اوعى تشنخر او تشنهق يا بابا، حرام احتراما للي بوجهك، قعد حدك بعد الظهر حضر برامج سياسيه على اساس ما فيها شيء وتعرف على الصحافه الفلاني. انا عم بحكي بالسياسه انه هي اشارات بصلب المفاوضات اللي عم تحصل، هي لها معنى سياسي. كان عم بدخ مخاط على الثاني يعني ما فهمت. التلفزيون في يضرب اللغات، بتفوتوا ابنكم على المدارس ليتعلم لغات، خاصة ليتعلم فرنسي، لأنه تحضر كل برامج الـ LBCI، زور موقعنا على www.lbcgroup.tv.